أما عن العرض الثاني فهو مقدم من شركة فاش ماش الأوكرانية. معنا الأستاذ خالد الخضري وكيل الشركة في مصر. أستاذ خالد مساء الخير، يعني هل تواصلتم بالفعل مع وزارة قطاع الأعمال بخصوص العرض المطروح منكم للمشاركة أو تطوير شركة الحديد والصلب؟ مساء الخير أستاذ مصطفى، وإحنا سعداء جدا، احنا سعداء جدا استاذ مصطفى بان سيادتك يعني ادتنا الفرصه ان نوضح عرض شركه فاش ماش. شركه فاش ماش اولا هي متعاقده مع شركه النصر وكوك لبناء البطاريه نمره 3، واحنا متعاقدين مع شركه الحديد والصلب وشركه القبضه المعدنيه لعمليه تركيز خام الواحات. نعم. احنا قدمنا فعلا العرض بتاعنا لتاني مره، ان احنا كنا مقدمينه قبل كده في شهر اكتوبر 2020. صحيح. وقدمناه لتاني مره، وهم تواصلوا معانا من الشركه القبضه المعدنيه، بعتوا لنا ورحبوا بالعرض بتاعنا وطلبوا مننا ان احنا نعمل عرض وفقا للمناقصه اللي كانت مطروحه سنه 2019. فاحنا ردينا عليهم بان احنا عندنا شويه استفسارات ومستنيين رد الشركه القبضه عن هذه الاستفسارات، لان سيادتك عارف ان المناقصه 2019 كانت الحديد والصلب في وضع، و2021 الحديد والصلب حصل فيها انقسام واصبحت المحاجر تبع شركه اخرى. صحيح. فاحنا بعتنا لهم بعد الاستفسارات يردوا علينا عشان نقدر نحط العرض المالي، لان العرض الفني بتاعنا موجود من 2017 في الحديد والصلب. نعم. لان احنا نعلم الحديد والصلب جيدا وعارفين كل اللي محتاجاها ايه. عرضنا بيتركز اساسا يا استاذ مصطفى على انتاج قضبان السكه الحديد، وده الشيء المهم جدا لمصر دلوقتي. صحيح. الحديد والصلب، قضبان السكه الحديد ما بتتعملش غير من افران العاديه والمحولات الاكسجينيه. ولذلك مش ممكن نكون احنا عايزين نعمل مصنع لانتاج قضبان السكه الحديد ونقفل الحديد والصلب، يعني حاجه. فاحنا عشان هذا، على هذا الاساس قدمنا العرض بتاعنا لقضبان السكك الحديديه، القطاعات الثقيله، القمر، الصاج اللي بيسموه صاج البقلاوه. نعم. وده ما بينتجش غير في مصنع الحديد والصلب فقط في صحيح. مصر كلها. صحيح. والباقي كله بيتم استيراده. فبالتالي احنا بنتكلم على الحديد والصلب اللي احنا عارفينه، اللي احنا تربينا عليه. نعم. مش هنكبر في مصانع اخرى، لان المصانع الاخرى كلها موجوده في مصر. احنا بنتكلم في ما لا يمكن انتاجه غير من شركه الحديد والصلب المصري. نعم. ولازم ان احنا نستغل خامات بلدنا. صحيح. مش ممكن ان احنا يعني نعمل، انا هعمل تركيز خام عشان اصدره يا استاذ مصطفى. صحيح. بس شكرا لك. ان شاء الله خير، احنا في انتظار منهم ردهم وان شاء الله خير باذن الله. شكرا لك استاذ خالد الخضري وكيل الشركه الاوكرانيه، وانا بعتقد ان الكره الان في ملعب الشركه القابضه للصناعات المعدنيه وفي ملعب وزير قطاع الاعمال. ادي عرض جاد يا فندم لكل المسؤولين، عرض جاد وموجود، وصحاري عرض جاد وموجود، عاوزينكم بس تدرسوا. مش سيد الوزير قال لو حد جاني انا موافق؟ هنمسكك من الكلمه دي بقى. ادي هو العرض يا فندم موجود، ورينا بقى هترد تقول ايه، هل تابل ولا لا. بعض الاخبار اللي بتتنشر في بعض الصحف وبتاع اخبار غير صحيحه وتسيء الى يعني الوضع كله، لانه حتى الان فعلا شركه القبضه للصناعات المعدنيه بتتواصل، بس عايزين بقى يعني ايه جديه اكتر عشان حتى نقول لصانع القرار السياسي والله وصلنا العرض ده جاد او مش جاد. فالكره في ملعب وزاره قطاع الاعمال، وهنتابع معاكم، خلي بالك هنتابع معاكم، مش هنسيب الموضوع، هنتكلم ونشوف ونشوف العروض اللي مطروحه والرد موجود ايه، وهل الرد موضوعي وفعلا قائم على معلومات حقيقيه ولا اي كلام.